كمان عشان نطمن اكتر على اللعيبه والتمرين النهارده نروح لمراسلنا كريم احمد من ملعب اتاتش. مساء الخير عليك يا كريم. مساء الخير عليك زميلتي ساره، ومساء الخير على زميلي احمد خير. وكل التحيه لجمهور النادي الاهلي. كريم، ايه اهم التعليمات اللي ركز عليها موسيماني في تمرين النهارده؟ الحقيقه نقول النهارده تدريب قوي جدا، في جديه كبيره لكل لعيبه النادي الاهلي. عندنا عدد كبير من الناشئين تم الاستعانه بهم في التدريبات النهارده. بشكل عام كانت جرعه تدريبيه مكثفه لبيتسو موسيماني المدير الفني اللي بيحاول بقى ان هو يجد حلول كبيره. يمكن زي ما انتم قلتوا حمدي فتحي وايضا كمان السوليه غياب عن المباراه، فبيحاول بيتسو موسيماني ان هو يشوف الوظائف اللعيبه تتوظف ازاي بالنسبه لهذه المباراه. لكن عايز اذكر معاكم سريعا طبعا عدد من اللاعبين ونطمن بيهم جمهور النادي الاهلي عليهم. اولهم طبعا علي معلول اللي ان شاء الله باذن الله يكون في خلال 48 ساعه القادمه يكون متواجد تدريجيا في التدريب الجماعي لفريق النادي الاهلي. النهارده شفناه بيشارك في جزء من التدريبات بشكل فردي مع ايضا كمان رامي ربيعه وسعد سمير اللي قطعوا شوط كبير جدا في البرنامج التاهيلي. النهارده كمان محمد مجدي قفشه بيشارك في جزء كبير من التدريب الجماعي، مروان محسن لسه كمان جزء بسيط جدا، لكن في تحفظ كبير على كل لعيبه النادي الاهلي. كمان ديانج يعني لسه كمان امر ديانج ما اتحسمش، لان الراجل كمان بيحاول ان هو يحافظ على الهيكل الاساسي للاعبي النادي الاهلي. انت عارف طبعا زميلي احمد وزميلتي ساره مباراه طلع الجيش هي مباراه يعني ملهاش طبعا اي حسابات بالنسبه للنقاط والترتيب وكده، لكن بشكل عام الراجل عايز النتيجه تكون ايجابيه، يكون في جديه، يكون في فوز كمان للنادي الاهلي لان تفرق معنويا بشكل كبير جدا معاهم. كل اللعيبه الحمد لله كانت جاهزه بشكل كبير لمباراه اليوم النهارده. الراجل عمل تراي ماتش مميز جدا لكل اللعيبه. بادج هيكون متواجد، عدد من اللعيبه الناشئين هيكونوا متواجد لسه طبعا، امر كمان احمد فتحي او محمد هاني هيكونوا متواجدين ولا لا. كريم، نعرف منك الجهاز الطبي لما اتكلم النهارده على اللعيبه اللي بيتم تاهيلها او بيتم تجهيزها اخبارهم ايه؟ وطبعا نبتدي بمعلول. معلول طبعا يعني النهارده اقدر اقول لك خلاص يعني 48 ساعه فاصله لعلي معلول ان هو يكون متواجد في التدريبات الجماعيه. الراجل يمكن قطع شوط كبير جدا مع الجهاز الطبي بقياده خالد محمود وايضا كمان قال التاهيل ليه. النهارده شفناه كروسات، شفناه في بعض الشوتنج على المرمى، فواضح كمان ان يمكن حالته مطمئنه جدا للفتره القادمه وتحديدا طبعا مباراه الوداد. مروان محسن لسه كمان يعني في تحفظ بقول لك على مروان محسن، هو طبعا سليم ما فيهوش حاجه، لكن التحفظ مطلوب جدا للجهاز الطبي للنادي الاهلي. محمد مجدي قفشه بيعلن جاهزيته بشكل كبير. الشناوي كمان بيشارك بكل جديه في التدريبات النهارده لفريق النادي الاهلي. الحمد لله يعني ما عندناش اصابات وما عندناش لعيبه مجهده باستثناء علي معلول بس اللي لسه 48 ساعه ان شاء الله يكون في فحص طبي ليه في التدريب. لكن بشكل عام كل اللعيبه الحمد لله حالتها البدنيه وحالتها الذهنيه وحالتها الفنيه مميزه جدا وطيبه جدا. بنتمنى ان شاء الله بقى كل الايام اللي جايه مرورا بميعاد مباراه النهائيه على حسب بقى الطرف سواء نادي الزمالك او نادي الرجاء يكون متواجد في الطرف النهائي في المباراه النهائيه باذن الله. لعيبتنا تكون موفقه ان شاء الله نرفع الكاس التاسعه تكون في دولاب بطولات النادي. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد من ملعب مختار التتش، ودي كانت آخر أخبار تمرينة النادي الأهلي النهاردة. كل التوفيق للأبطال وإن شاء الله يمتعونا يوم السبت.